من فريق الشباب 2001 ومجموعه من اللعيبه اللي ما خدتش فرص الفتره اللي فاتت هتاخد فرصه في المباراه القادمه انا معايا القايمه اللي اختارها فيريرا لمباراه يوم الجمعه امام المصري محمد عواد ومحمد نديم و... محمد نديم والسيد عطيه في حراسه المرمى محمود علاء وعبد الله جمعه ومحمد عبد الشافي وحازم امام محمد طارق محمد حمدي احمد رفاعي محمد حسام بيسو محمد خضري ايشو لاعب 2003 ادهم الخواجه مهاجم برضه من المهاجمين المميزين ابن كابت محمود الخواجه ومن اللعيبه الكويسه جدا اوباما اسلام جابر ايمن حفني سيف جعفر عمر السعيد يوسف اسامه نبيح حسام اشرف دي قايمه بتاعت نادي الزمالك ان شاء الله وهيسافروا بكره اسكندريه عشان المباراه هتتقام في استاد الجيش في برج العرب يوم الجمعه فهيسافروا اسكندريه بكره الساعه 3 ان شاء الله يعسكروا في برج العرب ده بالنسبه للزمالك خلينا بقى نروح للاهلي عشان حصل احداث كتير امبارح في الاهلي